من أعظم ما تستغل به هذه الأوقات بقاؤنا في منازلنا وبعدنا عن أعمالنا أن تستغل فيما يعود علينا بالنفع، من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن المحافظة على الأذكار، ومن الإقبال على طاعة الله عز وجل. فلا ينبغي في مثل هذه الظروف التي يجب أن يكون فيها حالنا حال المتضرع الوجل الراجع إلى ربه سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تمضى الساعات والأيام في توافه الأمور أو فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وإنما نقبل على الله سبحانه وتعالى بطاعته. ولا يكون حالنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما ينبغي الإعراض، وهذا هو الواقع وهذا هو الابتلاء، وإنما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته وبالأعمال الصالحة. تستقبل جمعية دار البر زكاة أموالكم وصدقاتكم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني darelbir.ae وعبر التطبيقات الذكية ومن خلال الرسائل النصية وأيضا التحويلات البنكية لحسابات الجمعية. الهاتف المجاني 8079. خلك في البيت، لا تشلون هم.